تحت عنوان طرابلس ضد الرصاص، نظمت حملة شو بعدك ناطر من جمعية إيتوبيا نشاطا في عاصمة الشمال، جمع مختلف أبناء المدينة خاصة الشباب، أتوا ليعبروا جميعا بالرسومات على الجدران عن نظرتهم لطرابلس وتاريخها العريق. اخترنا هذا النشاط لأنه نحن قلنا سنتين أول شيء عم نعاني الأمرين بموضوع المعارك بمدينة طرابلس. شباب طرابلس عم بيقولوا نحن طرابلس هيدي الوجه الحقيقي لمدينة طرابلس، نحن بدنا ننمي طرابلس. الطريقة اللي عم بتصير تصرف أنه تعاطي طرابلس هي خارج إطار الدولة اللبنانية، لا، طرابلس هي ضمن الدولة اللبنانية وبدنا الدولة اللبنانية تتصرف مع مدينة طرابلس أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كجزء من الدولة اللبنانية. شباب طرابلس يريدون من خلال هذه الحملة إسكات صوت السلاح ليوصلوا صوتهم، فهم يائسوا من الحرب، يائسوا من عدم الاستقرار، يائسوا من مستقبل قاتم يرسم لهم، كلهم بصوت واحد يريدون طرابلس الإنماء والثقافة. احنا بدنا إنماء، ما بدنا حروب. كفى أنه تستعمل طرابلس لصندوق خارجي لدول إقليمية، نحن بدنا طرابلس هي تكون بس هدفها من الدولة، جزء من الدولة اللبنانية. بدنا الإنماء، بدنا الدولة تحتضن أهالي المدينة وتلعب دورة. فنحن هلا المصاري عم تندفع على الأسلحة، قلنا سنتين بملايين الدولارات، كان فينا يعملوا لنا معامل تشغل فيها مئات الشباب. نحن في طرابلس لبنانيون ونفتخر ببلدنا. نحن في طرابلس نريد السلم لا الحرب. طرابلس جزء من لبنان. على هذا الأمل يعيش طرابلسيون، عسى أن تلقى مبادراتهم أذاناً صاغية.